شكرا جزيلا لك هشام، حيا الله ضيوفك المحترمين ومرحبا بكل الإخوة المشاهدين المحترمين أيضا في كل مكان. مرحبا بكم، تركيز كبير من محمد صلاح وساديو ماني، ثنائي الخط الأمامي في تشكيلة ليفربول الليلة. مرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم، إلى ملعب فرنسا بباريس ونهائي دوري الأبطال بين الريال مع ليفربول، نهائي كلوب ضد أنشيلوتي بين قطبي الكرة الإنجليزية والإسبانية، نهائي العلاقة فيما بينهما، نهائي الذي يقسم العالم بين مشجعي الريال ومشجعي ليفربول بقيادة راؤول من جانب الريال ونجوم الكرة الإنجليزية في الجهة المقابلة، الحاضرين في مدرجات ملعب فرنسا الذي يحتضن للمرة الثالثة نهائي دوري أبطال أوروبا في حضور جماهير غفير. حدثت إثرة ومتعان بالبردي أرضي جونيور على الجهة اليسرى، يرجع صراع فينيسيوس مازال في داني مخالفة كرة دارمون ودفاع الدخل روبرتسون وبنتي مع تيبو كورتوا يرجع الكرة، هذه بروعة. نعم الأساسيين في نهائي المسابقة سبق لهم أن خاضوا 100 مباراة على الأقل في دوري الأبطال لأول مرة، طبعا بنزيما كروس مدريد بطل أوروبا إلى دوري الريال. بنزيما عنده الكرة الآن يبحث عنها، يرتمي الخط نستمتع بالمواجهة. شوف الفريق أنا ساديو ماني ثلاث فرص سانحة ليفربول، صلاح فرصة كان ماني فرصة خلل فادح في ديفلي، ساديو ماني ساديو ماني تعطينا مرة ثانية ثنائية أخرى بين ماني ومومو، ماني ومو صلاح وكاديات الدول الأول يا سلام، لعبة بينية قصيرة عمول فالفيردي يطلب على كازيميرو توتيو توزيع من جونيور بحتا عن كرة هذه يدياس فابينيو تسديده مرة سلامات متسع من المكان والوقت، خذ كامل وقته لكي يسدد فابينيو كرة مثل هذه ولكنها راحت بر. ارجع لي هندرسون، هندرسون لارنولد والتغطية من الفان صلاح ادخل صلاح مازال صلاح في حين عز الريال امتحى فينسو خربه إيباموس ريال إلى النهاية مع كاسوس كريم فينيسيوس 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 عودة رائعة جدا أرنولد ثاني فرصة لصلاح الأولى برجل اليمنى والثانية براسيته يا سلام بنزيما 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 انقلب يا كريم انقلب وكريم وقال وضع التسلل انقلب كريم وإلا كاد يأتي الجول الأول. وضعية التسلل كانت في اللعبة الأولى وفي الكرة الأولى كانت هنا وضعية ميرو كازيميرو فينيسيوس طبعا كازيميرو أرنولد من أمامه خطيرة مرة الثانية ولوكا مودريتش وفالفيردي ورجعت لفيرمون مندي رجعت لأرنولد أرنولد مرياس لوكا مودريتش ولويس دياز وستاديو اللاعب الثاني فالفيردي 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 تبدأ أمامه اللاعب الثاني صلاح صلاح جديدة رائعة من صلاح ورائعة من تيبو كورتوا رجل اللقاء يرجع لأرنولد